مكملين معكم ومن عالم الاكسسوار والذوق والتصميم حنروح لعالم كمان التصميم، ولكن حنروح للموضه. اليوم هيك حبينا نخص فقراتنا بشيء بيناسب الاجواء، ونحن على ابواب عيد الفطر اليوم. كثير عم نشوف صبايا بلشوا يفكروا شو بدهم يلبسوا، جايين على صيف له الوانه وله اكيد موديله الخاص. صحيح، الصبايا من زمان بضلوا بيفكروا شو بدهم يلبسوا، فما بالك العيد، يعني التحضيرات من اسبوعين ثلاثه شو ممكن نحن نلبس او شو الموضه دائما او الالوان يلي بتكون. رشا، رح اليوم هيك عنا مشروع مميز الام والبنت، الام والبنت عاملين مشروع كثير حلو بعالم تصميم الازياء. بيسعدنا اكيد نرحب بمصممه الازياء ليلي ازرق. اهلا وسهلا فيك. فيكي هلا. معنا ايضا سيسيل الحوش، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. رمضان كريم. رمضان كريم. السلام عليكم. حلوه هيك يعني تكون البنوته مرافقه امها يعني بهواياتها، بس ما تكون القصه هي حاببتها يعني. هي يعني تقريبا فيك تقولي مستلمه هي المشروع، يعني انا علي الشغل الاداره تمام، وانا علي الشغل تصميم الشغلات اللي شو عليها؟ اداره المشروع المحلي يعني. ان شاء الله بالتوفيق واهلا وسهلا. اليوم نموذج حلو، نموذج للام اللي يعني بتحب انه يكون في شيء بحياه بنتها بيشبهها. اكيد نحن قربنا على الاعياد، خاص بالتصاميم بالالوان وبالاسواق. للاسف نحن عم ننزل على الاسواق عم نشوف موديل واحد، لون واحد، وقماشه يعني كثير سيئه، خلينا نحكيها هيك بصراحه. خبرينا اليوم من خلال مجالك شو اهم شيء مفروض تحضر على العيد يعني. هلا الصبايا يعني او الستات يعني بالحاله العاديه بهالوقت عم بحبوا الشغلات الخفيفة، يعني ما عم بحبوا الشغلة الكتير تقيلة، إنه يكون إلى وقت معين باللبس. يعني فستان هيك مبحبح شوية، قماشة خفيفة تكون خفيفة باللبس يعني مو بالتقالة. يعني ألوان الصيف الحلوة هيك الخفيفة يعني، فينا نقول هدول موت العيد، فستان الفستان البسيط المريح. طيب العملي يعني هيك بتلاقي بالاسواق نوعا ما، هي موضه العصر اذا بدنا نقول، نروح على البساطه، نروح على القطع اللي هيك بتكون اغلبها ساده او لون واحد، يعني هيك عم نشوف على السوشيال ميديا. خلينا نحكي اكثر بهي الفتره، شو الالوان الدارجه وشو هي الوان الموضه، شو القمايش اذا بدنا نقول، كونه احنا هلا يعني فتنا بصيف تقريبا. تمام. هلا في عندك طبعا الاسود هو ملك الالوان يعني بكل المناسبات، وهو بيكون يعني بيلبس باي وقت من الاوقات، بس لهالصيف نوعا ما عم تكون دارجه الالوان الفاتحه. في عندك الازرق السماوي الفاتح طبعا، بس هلا في بالصداره الابيض عم يكون كثير دارج بهالوقت. في الاصفر الليموني عم يكون كمان، الاخضر الفاتح اللي مايل للفستقي، الاحمر الناري، يعني هاي الالوان كثير عم تكون دارجه هالايام. نرجع دائما بنقول حسب ذوق الصبيه يعني. اكيد. هلا اليوم هيك حابين نضوي اكثر على طريقتك بالعمل بالتصميم اليوم، يعني هي ما يعني السهل الممتنع، يعني بتشوفي القصه بتحبي، ولكن التطبيق غير النظري. عم تبذلي هذا الجهد حتى يكون تصميمك على مثل ما بتحبي انت. اكيد يعني هلا كل شيء بده ياخذ وقته لحتى تطلع القطعه مرتبه يعني مثل ما بده الواحد، حسب هلا الموديل، حسب الجسم، حسب القياس، يعني كله بده ياخذ مثلا وقت، بدي صمم الموديل، وقت بدي قصه وفصله، بده ياخذ وقته اجباري يعني ليطلع الشيء اللي بدي انا واللي بيناسب الزبونه. تمام. طيب خلينا نحكي مع سيسيل هيك شوي بالاداره، يعني لما بهذا الوقت نحن في صبيه اذا بتروح بتشتري من السوق ولا بتجيب لكم قماش، او ما بعرف اذا القماش بيكون متوفر عندكم بتفصل، اي عم يكون اوفر لها، وشو الاختلاف يلي عم يكون؟ هي رح تاخذ اكيد يمكن القطعه اللي بدها اياها، بس كتكلفه اليوم عم تكون اوفر ولا لا؟ نقول الغالي حقه معه او المتقن حقه معه. هلا اكيد الغالي هو المتقن حقه معه. هلا بس بالاخير يعني حسب الموجود بالسوق عم يكون قماشته خفيفه، او مثلا يعني ممكن ما بتلاقي يمكن الاجسام الصبايا. ايه تمام، او ممكن ينتزع اسرع. كمان بالنسبه للاجسام اكيد يعني ما بتلاقي للاجسام، خصوصا القياسات الكبيره، وبالاخير لما بدها تفصل هي بدها تفصل الشيء اللي على طلبها، يعني يمكن ما تلاقي ما يكون موجود بالسوق، يعني ما السوق تحس الموديل معبى بالسوق كله. صح. اما انا بدها تخيط هي قطعه بدها تكون مميزه بقطعه على ذوقها على طلبها، ما رح يكون موجود منها بالسوق.
يعني نحن عم نحاول انه تكون كمان التكاليف قليله، يعني نحن كمان صبايا وعم ننزل وعم نشوف وشايفين الوضع انه يعني ما خرج لهالقد. فنحن في عنا كمان قمايش، يعني عنا قمايش بيعجبون منهم مثلا ممكن نفصل لهم منهم، ونفس الفكره انه ممكن ياخذوا اول اجار اذا ما بدهم اياه يشتروا، يعني ما عندهم هاي القدرة. دائما في فكرة بيقولوا المصمم بيعتمد على الصبية يلي بيكون موديل جسم نحيف ليقدر تطلع قطعته حلوة، هالشيء أول شيء خبرينا صح أو لا؟ وخاصة صرنا نشوف هلا بالأسواق مليكانات، شفتيون يعني في صحة أسمان عندي منهم، عندي في أمل. هلا هلا المصمم أكيد بيحب يعني يعمل شيء للجسم النحيف انه يمكن بيبين اكثر او شيء، بس لا مفروض يكون عنده المام بكل الاجسام، يعني كمان المليانه يعني شوي حظ ناقص، يعني بدها تاخذ شيء يعني يلبق لها يبلش اسمها. قصه الاجسام يعني هي موضه، يعني من قبل كانت الاجسام الممتلئه يعني هي، حتى هلا عم بيعملوا عروض للاجسام يعني ازياء للاجسام شوي المليانه القياسات شوي الكبيره، فهو يعني بده يظهر ابداعه بهالقصه هي، يعني تكون قطعته مميزه شوي يخفي يخفي العيوب تمام. يظهر مزايا الجسم، يعني اذا شوي في صحه بده يكون فيه كمان مزايا شوي، يعني فهون شطارته بدها تطلع بقى بهي القصة. تمام، كونوا حكيتوا عن إعادة التدوير، خلينا هيك نعطي شوية أفكار للصبايا اليوم، كيف ممكن يدوروا بعض القطع اللي موجودة بخزانتهم، نصائح ممكن هيك تقدموا لهم إياها بما يخص الإطلالات؟ يمكن بتشوفوا صبايا بتقولوا يا ريتها لابسة مغيرة هي التفصيل معين أو هي القبة مو لابقة لها، كمان خلينا نفيدهم بهي التفاصيل والنصائح. هلا بالنسبه لي اعاده التدوير انا عندي يعني ما بقول لك انه هالهوايه اعتبرها شغله مثلا خلص ما عاد نقدر نستعملها او خربت او شيء، فبتخيل انه شو ممكن يلبق لهي القطعه، شو ممكن تصير، ممكن تطلع جزدان، ممكن تطلع مثلا شيء الاكسسوارات للشعر. هلا هي بترجع للشخص نفسه، يعني هو شو ناقصه، شو حابب يبدا بهي القطعه اللي قدامه، هو بقى بيشتغل على الاساس. نعم. هيك كلمة أو نصيحة ممكن توجهوها لكل الصبايا اللي حابين يفوتوا بهذا المجال. هاي بقى شغلة الصبية. يعني هلا أول شيء في صعوبات معينة بمجالكم عم تواجهكم هيك أو نصائح ليتميزوا بهذا المجال؟ هلا أكيد ما في شيء سهل بالأخير، يعني كله بده متابعة ودراسة، والشخص اللي حابب يفوت بهذا المجال لازم يكون دائما مواكب يعني للموضة ويضل عم يطلع على الشغلات الجديدة، يعني إن شاء الله هيك نتمنى له كل الخير. نتمنى لكم التوفيق. اليوم الشراكة حلوة تكون بين الأم والبنت، بتختلفوا أكيد يعني في وجهات النظر، بس هذا الاختلاف ما راح يفسد للود قضية طبعاً. أكيد طبعاً. نتمنى لكم كل النجاح ونشوفكم هيك دائماً متميزين. تسلمي. شكراً كثير. شرفتوا صباحنا، أهلاً وسهلاً فيكم. شكراً كثير لكم وأهلاً وسهلاً فيكم.